طبعا ما جرى في أروقة مجلس النواب العراقي بخصوص قانون الموازنة، وخاصة كان يتعلق بموضوع حصة أقليم كردستان، المادة الثالثة عشرة والمادة الرابعة عشرة، والتعديلات اللي جابوها خارج النصوص الاتفاقيات التي أبرمت بيننا وبين الحكومة الاتحادية، يعني أعتقد كان بمثابة محاولة أو الانقلاب على محاولة انقلاب على كل ما اتفق على كثير من القضايا، منها قضية الموازنة وحصة أقليم كردستان، منها قضية النفط والغاز. ذولا النواب ما كانوا يحترمون التوقيع اللي وقع السيد السوداني على مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي أجريت بيننا وبين الحكومة الاتحادية، ولم يكن يمثلوا السياسة التي بناها تحالف إدارة الدولة، والتي نحن لا نزال جزءا من هذه السياسة ومن هذا التحالف، ولم يحترموا كل الاتفاقيات التي بنيت على أساسها تحالف إدارة الدولة.